في الفيديو ده هنتعلم أهم أو أغلب الأساسيات اللي لازم نطبقها لما نعمل تصميم لبيت أو فراغ مساحته صغيرة بحيث يبان أكبر ويكون مريح أكتر، وفي نفس الوقت أنفذ فيه كل اللي محتاجه لو كنت أنا صاحب البيت، أو أنفذ فيه كل متطلبات العميل لو كنت أنا المهندس. هحاول أتكلم في كل النقط بطريقة منظمة وسريعة وشاملة في نفس الوقت، وإن شاء الله في آخر الفيديوهات دي هنكون قلنا كل أسرار تصميم المساحات الصغيرة بدون أخطاء. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد أول ما ينزل، وهستنى كمان تعليقاتكم. الفيديو ده الجزء الثاني من فيديوهات شرح تصميم المنازل أو البيوت اللي مساحتها صغيرة. الجزء الأول هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن وفي أول تعليق، واللي كنا اتكلمنا فيه عن التوزيع وتقسيم الشقة أو الفراغ، الألوان والدهانات والنقوش، أفضل الخامات المفضل استخدامها علشان تديني إحساس أكبر باتساع المكان، أفضل الطرز التصميمية أو الستايلز اللي ممكن نستخدمها في المساحات الصغيرة، قطع الأثاث وتصميمها وإزاي نختارها علشان ما تكونش سبب في ضيق المكان، إضاءة وإزاي نختار وحدات الإضاءة في الأماكن الضيقة، مشكلة الزحمة في التصميم أو الفرنيتشر، عن التخزين، عن أهمية مسارات الحركة في المساحات الضيقة. الجزء الثاني ده هنتكلم فيه عن الأسقف والكرانيش، هنتكلم كمان عن الأرضيات، الأبواب، الستاير، السجاد، الإكسسوارات والأرتوركس، النباتات، هنتكلم عن أفضل وضع للتي في، هنتكلم عن الفواصل، البلكونات، الحمامات والمطابخ، وهنعرف ازاي نختار بلاطات الحوائط بالنسبة للحمام والمطبخ في المساحات الصغيرة. هنتكلم عن الخداع البصري في التصميم الداخلي، ودي حيل بنلجأ لها علشان نعالج عيب من عيوب الفراغ. هنتكلم عن ازاي نصمم حوائط كلاسيك او بانوهات في المساحات الصغيرة. تعالوا نبدأ في الجزء الثاني. تاسع نقطة، تصميم الأسقف والكرانيش. تصميم السقف لازم يكون بسيط، مش مفضل ان هو يكون فيه تفاصيل كتير ولا رسومات. يفضل ان اللون يكون فاتح، مش مفضل ان هو يكون لونه غامق. يفضل ما نعملش اسقف جيبسون بورد ونعتمد على الاسقف الخرسانية او السقف الاصلي للغرفة، لكن لو حابين ان احنا نعمل سقف ساقط او جيبسون بورد يكون نزوله صغير جدا وتكون خطوطه بسيطة. غلط ان احنا نعمل فيه رسومات او تفاصيل كتير، غلط ان احنا نعمل ليفلز كتير، غلط زي ما احنا كمان قلنا ان احنا نوزع فيه سبوتس كتير جدا. الكورنيشة لو استخدمناها لازم تكون تصميمها بسيط، تفاصيلها مش كتير، عرضها صغير ومتناسقة مع الغرفة. مش صح ان احنا نستخدم فيها رسومات او تدهيب، الافضل ان هي تكون كلها بلون واحد، ويفضل كمان ان لونها يكون بنفس لون الحيطة او السقف، مش مفضل ان هي تستخدم بلون مختلف. النقطة العاشرة، الارضيات. يفضل ان الارضيات تكون تفاصيلها بسيطة مش تفاصيلها كتير، يفضل ان هي يكون ليها لون فاتح مش لون غامق. يفضل ان الخامة المستخدمة في الارضيات يكون ليها لمعة افضل من الخامة المات، لانها في الحالة دي بتدي احساس باتساع بسبب اللمعة أو الريفليكشن أو الإنعكاس اللي بتعمله. يفضل كمان إن تصميم بلاطات الأرضيات نفسها تكون سادة أو فيها نقشة بسيطة جدا مش باينة، مش مفضل إن هي تكون فيها تصميم أو خطوط واضحة أو صريحة أو نقشة واضحة. كل النقط اللي اتكلمنا عنها في الأرضيات بتنطبق على الأرضيات الخشبية أو الباركيه أو أي نوع أرضيات تانية. النقطة 11، الأبواب. يفضل لما نختار الأبواب إن هي تكون أبواب ألوانها فاتحة أو أبواب شفافة أو أبواب مكسية بالمرايات. ممكن نستخدم الأبواب العادية أو الأبواب الجرارة أو الأبواب الأكورديون أو البوكيت دورز، والأكورديون والبوكيت دورز دي أكتر أنواع أبواب بتوفر معانا مساحة. النقطة 12، الستاير. الستاير لازم نستخدم ألوانها فاتحة، ولازم نحط في اعتبارنا إن كل ما اللون كان فاتح وشفاف بتاع الستارة كل ما دخل إضاءة أعلى وبالتالي إحساس أفضل لحجم الفراغ. مش مفضل استخدام ستاير ألوانها غامقة في المساحات الصغيرة، مفضل جدا إن احنا نستخدم لون الستاير نفس لون الحيطة.
ومفضل ان تصميم الستاير يكون بسيط، ما يكونش ليه تفاصيل كتير زي الستاير دي. تنفيذ الستارة او تركيبها مفضل جدا ان هو يكون من اول الحيطة لاخرها، ومن اول السقف او من تحت الكورنيشة لحد الارض. مش مفضل ان هو يكون على قد الشباك او باب البلكونة بالظبط، لان كل ما الستارة زاد عرضها وزاد ارتفاعها كل ما ادتني احساس باتساع اكبر او عرض اكبر وطول اكبر للحيطة. كمان مهم جدا في الستارة ان احنا نستخدم القماش بشكل كافي، وتكون الستارة فيها كشكشة اكبر. لو حابين ان احنا نستخدم نقشة في الستارة يفضل ان احنا نستخدم نقشة صغيرة مش نقشة كبيرة، ويكون عدد الالوان اللي داخلة في النقشة عدد صغير مش عدد الوان كتير. ممكن كمان نستخدم ستارة مدرجة من درجتين او اكتر من الالوان، بس تكون الوان هادية. ممكن كمان نستخدم الالوان او التفاصيل او النقشات كتطعيم في جزء من الستارة، ويكون باقي الستارة بشكل سادة. ممكن نستخدم الستارة يكون فيها تصميم بخطوط بالعرض علشان تدي احساس بعرض اكبر للحيطة، او خطوط بالطول علشان تدي احساس بارتفاع اكبر للحيطة. وياريت الخطوط دي تكون برضو بألوان هادية طالما احنا بنستخدمها في غرفة او في مكان مساحته صغيرة. لو هنستخدم خمتين من الستارة، واحدة تقيلة وواحدة شفافة او خفيفة، بنطبق على الستارة التقيلة نفس النقط اللي اتكلمنا عنها في جزء الستائر ونفس القواعد. النقطة 13 السجاد، يفضل ان احنا نستخدم سجاد الوانه فاتحة او هادية، مش مفضل ان احنا نستخدم سجاد الوانه غامقة او قوية. لو هنستخدم سجاد في نقشة او رسمة تكون النقشة صغيرة مش نقشة كبيرة. عدد الالوان المستخدمة في تصميم السجاد يكون عدد الوان قليل مش عدد الوان كبير. قطعة السجاد نفسها تكون خفيفة مش تقيلة. مش مفضل نوعيات السجاد دي في المساحات الصغيرة. حجم قطع السجاد ما يكونش كبير او من الحائط للحائط، علشان يدي مساحة للسيراميك او البورسلين او الارضية عامة ان هي تكون باينة او ظاهرة، وده بيدي احساس ان المساحة اكبر. النقطة 14 الاكسسوارات او الارت ووركس، اول حاجة والقاعدة الرئيسية لازم نعتمد على البساطة، ونحط تحت كلمة البساطة 100 خط. نقلل عدد الاكسسوارات على الحيطة والترابيزات وعلى اي قطعة اساس، لان احنا محتاجين التصميم يكون كلين ديزاين وما فيهوش تفاصيل كتير. نقلل عدد وحجم اي عمل فني معروض على الحائط. لو هنستخدم لوحة كبيرة يكون تفاصيلها والوانها قليلة وهادية. نختار فريم التابلوهات او اللوحات تكون فريمات بسيطة وما فيهاش تفاصيل كتير. استخدام المرايات مهم جدا كعمل فني في الفراغات او المساحات الصغيرة، لانها بتدي احساس بالاتساع علشان بتعمل امتداد بصري، ولانها بتزود الاضاءة في المكان بسبب الانعكاسات. ممكن نستخدم المرايات سواء على الحيطة بشكل كامل او مجموعة مرايات مجمعة على الحيطة بتصميم معين. ممكن كمان نستخدم المرايات قدام باب من ابواب الغرف او قدام الممرات، وده بيدي احساس برضو بمساحة اكبر وبيعمل امتداد بصري، واتكلمنا في النقطة دي بالتفصيل في درس المرايات، هحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن لو حابين تعرفوا عنه اكتر. الرفوف، لو استخدمت رفوف اراعي الاكسسوارات اللي هتتحط عليها تكون عددها قليل ويكون تصميمها بسيط، وممكن كمان نستخدم على رفوف اكسسوارات مصنوعة من المرايات. النقطة 15 النباتات، من اهم العناصر اللي لازم نستخدمها في المساحات او الفراغات الصغيرة هي النباتات، لانها بتدي حياة للغرفة. النقطة 16 التلفزيون، الافضل ان التلفزيون يكون معلق على الحائط او يكون في مكتبة عمقها صغير. اهم حاجة ما يكونش باين ليه اسلاك او توصيلات. الفواصل، تفضل ان هي تكون فواصل شفافة او مفرغة افضل من الفواصل المصمتة. البلكونات، يفضل ان احنا نستغل البلكونة كأنها غرفة منفصلة، وهندرس ده في الكورس ازاي نصمم تراس او بلكونة بطريقة مدروسة، وازاي نستغل كل ركن فيها بحيث تخدم احتياجات. الحمامات، يفضل لو الحمامات ضيقة او مساحتها صغيرة ان احنا نستخدم شاور مش بانيو. يفضل ان الحوض والكومبينيشن يكون مقاساتهم متوسطة مش كبيرة. يفضل ان احنا نعمل تخزين تحت الحوض وتخزين رأسي على الحوائط لو احتاجنا، ولكن يكون عمقه مش كبير.
المطبخ، يفضل إن الدواليب لو المساحة صغيرة ما تكونش ألوانها غامقة. لازم في المساحات الصغيرة في المطابخ يكون تصميم الدواليب مدروس جدا، بحيث نستغل كل جزء في الحيطة ينفع نستغله كتخزين. يفضل إن احنا نعمل الكاونتر توب أو الرخامة بتاعت المطبخ لونها فاتح. في الجزء ده هنشوف إزاي نختار بلاطات الحائط بالنسبة للمطبخ أو الحمام اللي مساحتهم صغيرة. وعايزة أأكد على إن احنا هندرس في الكورس المطبخ والحمام بالتفصيل، بس في الفيديو ده هنذكر بس الحاجات الخاصة بالمساحات الصغيرة بالنسبة ليهم. نحاول إن احنا نستخدم ألوان فاتحة أو ألوان باستيل. ما نستخدمش ألوان غامقة. لو حابين نستخدم لون غامق تكون في مكان محدد فقط، مش في حوائط كاملة. ممكن تستخدم في الحوائط اللي هيكون فيها قدامها يونت أو أي عنصر لونه فاتح علشان اللونين يبرزوا بعض. وما نستخدمش تصميمات قوية وصريحة ولا ألوان كتيرة قوي مع بعضها في التصميم. ممكن نستخدمها في الحالة دي إنها تبقى محصورة في منطقة معينة، ودرجات الألوان في أي يونت أو عنصر حواليها تكون فاتحة وتكون نسبتها صغيرة، أو في صف واحد من البلاطات أو كتابلو على الحيطة. ما نستخدمش نقاشات أو رسومات كبيرة. وما نختارش بلاطات أكتر من نقشة أو تصميم مع بعضها، أو بلاطات بأكتر من ملمس مع بعض. كمان ما نستخدمش خامات أو بلاطات ملمسها خشن أو غامق، خصوصا جنب منطقة الشاور، وده لأن لونها مع الاستخدام بيغير شوية أو بيتغير، وبيكون رجوعها للون الأصلي بتاعها محتاج مجهود كبير. أو جنب البوتاجاز لأن التنظيف بتاعها بيكون صعب. وده رأيي في موضوع الملمس عامة، سواء المساحة كانت كبيرة أو صغيرة. ممكن كمان لو عايزين نعمل حيطة كاملة بديزاين أو نقشة، نختار الرسمة بلون واحد أو أكتر من لون متقاربين جدا، وتكون أرضية الرسمة بنفس لون باقي البلاطات في المكان سواء مطبخ أو حمام. في الحالة دي نقدر نستخدم نقشة أو تصميم بنسبة كبيرة في مساحة ضيقة. والحل الأسهل أو الأمثل للتعامل مع المساحات الصغيرة هو إننا نحاول نستخدم تصميم في ألوان متقاربة جدا مع بعضها، ما يكونش ما بينها كونتراست عالي. ده هيدي معانا جو فيه هدوء، ومش هيزود الإحساس بضيق المكان. كل النقط اللي فاتت بالنسبة للأخطاء فهي تخص الأخطاء الخاصة باختيار تصميم البلاطة نفسها في المساحات الصغيرة أو الضيقة، ما تخصش تصميم البلاطات اللي حطيت صورها في العموم، لأن التصميمات دي كلها ممكن تنفذها بس في أماكن تكون مساحتها كبيرة أو واسعة، ومش هيكون فيها أي مشكلة. النقطة 22، الخداع البصري. ودي طريقة بنلجأ ليها في التصميم عن طريق استخدام الألوان أو تقسيم الألوان بشكل معين، بحيث نعالج عيب من عيوب الغرفة أو الفراغ، وهندرسه بالتفصيل برضو خلال الكورس. هذكر لكم في الفيديو ده النقط بس اللي تخص معالجة عيوب الفراغ الضيق أو المساحات الصغيرة. نقدر نستخدم الألوان بطريقة خطوط بالعرض على الحائط أو الأرضية علشان نزود عرض الحيطة أو الأرض، أو خطوط بالطول على الحيطة علشان يدي إحساس بزيادة ارتفاع الحيطة. والخطوط دي مش بس نقدر نطبقها من خلال الدهانات، لا، نقدر نطبقها في تصميم ورق الحائط الوالبيبر، أو تعريقة الخشب، أو رسمة، أو تعريقة الرخام، أو تصميم مكتبة أو بارتيشن أو رفوف أو أي يونت على الحيطة. وفي الأرضية نقدر نستخدمها في تصميم بلاطات الأرضية أو في السجاد. استخدام أرضية لامعة أو فاتحة بيدي عمق أكبر للغرفة. استخدام مراية في حيطة وفي الحيطة المقابلة لون فاتح بيدي اتساع أكبر للمكان. استخدام مراية في حيطة وفي الحيطة اللي جنبها واللي قدامها درجة لون أغمق بيدي عرض أكبر للغرفة، لأن اللون الأغمق هيدي إحساس إن الحيطة أبعد، وده اللي هيبان في المراية المقابلة. استخدام دهان لامع أو خامة لامعة زي رخام مثلا في حيطة بيدي إحساس برضو بالاتساع. استخدام مساحة أكبر للشباك
أو لخامة شفافة بيدي إحساس باتساع كبير جدا للغرفة. استخدام نقشة صغيرة جدا في الحيطة المواجهة بيدي تأثير إن الحيطة أبعد، وبالتالي إحساس أكبر بالمساحة أو بطول الغرفة. استخدام مراية في الحيطة المواجهة بيدي عمق كبير جدا للغرفة. استخدام نقشة صغيرة في السقف بيدي إحساس إن السقف أبعد، وبالتالي إحساس أكبر بمساحة الغرفة. النقطة 23، الحوائط الكلاسيك أو البانوهات في المساحات الصغيرة. في الغرف الضيقة أو المساحات الصغيرة مرشح استخدام البانو بنفس لون الحائط، مش مرشح استخدام لون البانو مختلف عن لون الحائط إلا لو درجة الألوان قريبة جدا، ويفضل كمان تكون ألوان فاتحة، ومش مرشح كمان استخدام ورق حائط جوه البانو لأن ده هيدي إحساس أكتر بضيق المكان. كمان في الغرف الضيقة أو المساحات الصغيرة لو هنستخدم بانوهات يفضل إن احنا نستخدمها مودرن أو نيو كلاسيك، أو ممكن إن احنا نستخدم البانوهات بنفس الستايل الريفي بس يكون خفيف ويكون لون واحد. مش مفضل في الغرف الضيقة أو المساحات الصغيرة استخدام بانوهات هيفي كلاسيك بأي شكل من الأشكال أو تفاصيل كتير، أو ورق حائط جوه البانوهات، أو ورق حائط فوق البانوهات في الستايل الريفي إلا لو تصميمه بسيط جدا. مش مفضل برضو تنفيذ رسم يدوي جوه البانوهات. كمان في الغرف الصغيرة مش مفضل ولا شرط إن احنا نستخدم البانوهات في كل الحوائط، ممكن نستخدم البانوهات في حيطة واحدة أو حيطتين بالكتير جدا، وبنفس الشروط اللي اتفقنا عليها. كمان في المساحات الصغيرة ناخد بالنا جدا ان عمق وعرض البانو لازم يكون صغير وطبعا بسيط وما فيهوش تفاصيل. في المساحات الصغيرة كمان مش مفضل ان عدد الفريمز بتاعت البانوهات يكون كبير، ممكن جدا نكتفي بعدد صغير من البانوهات. كمان يفضل ان لون السقف يبقى زي لون الحيطة، يبقى زي لون دهان البانوهات، او على الاقل درجات الالوان تكون متقاربة جدا من بعضها. وبكده خلصنا الجزء الثاني. الفيديو الجاي اللي هو الجزء الثالث هنشوف فيه أفكار وتصميمات للأثاث متعدد الأغراض أو المالتي فانكشنال فرنيتشر، واللي هو من أقوى الحلول لتوفير مساحة الغرفة واستغلالها الاستغلال الأمثل.